اسمحوا لي ان انا اتطرق في كلماتي الى امر وجيز، هو ان الطاقه اللي موجوده الحقيقيه عند الشباب في الشارع اللي ظهرت بعد ان انفتح الافاق السياسيه امام الشباب، بعد ان حرموا عقد طويل من ان هم يمارسوا حياتهم السياسيه، اللي ما انكرش اللي كان ينقصها بعض من الخبره، واعترف ان هناك الكثير من الخبرات والتجارب لدى جيل ابائنا واجدادنا، واللي بنتمنى ان احنا نوجد مساحه ثقه بين جيل الشباب وجيل الخبرات لكي نجد الطريق الصحيح معبر مصر الى بر الامان، مصر اللي بتمر في مرحله خطر، واللي معيار الحقيقي للمرحله اللي احنا فيها هو معيار الوطنيه المصريه لا اكثر ولا اقل. مصر بتواجه ارهاب حقيقي في الشارع، بتواجه حرب حقيقيه، وبالتالي خلوني ارجع لمقوله الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لما قال ان الشعب المصري هو القائد والمعلم، وخلوني اوجه الشكر للمشير عبد الفتاح السيسي ينزل التجربة المصرية والتجربة الساداتية، اللي استطاع انه ينزل ما بين الاشتراكية والرأسمالية الوطنية، اللي استطاع انه يمر بالمرحلة لبر الأمان، واستطاع انه يجمع شمل المصريين بعد ان اعتقد المصريين ان الوطن ذهب وكان حالة الإحباط بتاعهم على الشارع المصري. أتمنى في المرحلة اللي جاية ان احنا يكون عندنا يعني رؤية واضحة للدولة المصرية. بما ان الشعب المصري هو صاحب البطل الحقيقي في اندلاع الثورة المصرية، هو كان البطل الحقيقي في الثورة المصرية، فمن يختار الشعب المصري رئيسا للجمهورية فهو مرشح ثورة الشعب المصري، ولو اختار الشعب المصري المشير السيسي رئيسا للجمهورية فيصبح المشير السيسي مرشح الثورة. الشارع المصري هو اللي بيقر اللي بيحصل، واعتقد ان الشارع المصري الان يلتف حول الشرطه المصريه، حول القوات المسلحه، وفوضوا القوات المسلحه للقضاء على الارهاب، واعتقد ان هم ما زالوا يؤكدوا على التعقيد يوما بعد يوم. نسال الله ان يحتسب كل من توفى من ابناء القوات المسلحه والداخليه شهداء عند الله. نتمنى يا رب ان كل واحد توفى في سبيل الوطن نحتسبه على الله شهيد، ونتمنى ان احنا نقدر نحقق المطالب اللي هو توفى من اجلها. ما اعتقدش ان هي دي المساحه بقى اللي احنا لازم نفكر فيها، هو فكره تحدي المرشح بان هو يسيء من سمعه مصر. خلينا نعلي المصلحه العليا اهم من ان احنا ننتقد المرشحين الاخرين او المنافسين عن طريق انتقاد الشارع المصري وانتقاد الدوله. مختلف معاك، اعتقد ان السيسي لديه الكثير من الانتهاء السياسي، واعتقد ان هو يعلم جيدا ما سيفعله في المرحله القادمه، ولكن يسال مسؤولي الحملات ان كانوا مستعدين للانضمام لتوحيد مكانته الواحد من عدمه، ولكن انا اعتقد ان المشير السيسي قادر على توحيد مصر كلها معارضيه قبل معينه. اخيرا ماذا اذا لم يتم ترشيح السيسي؟ شايف مين الانسب في الفتره اللي جايه؟ لو انا مش شايفك قدامي دلوقتي هوافقك ان انت بتقول ان السيسي مش هيترشح، السيسي ما يقدرش يتحدى الاراده الشعبيه زي ما يقدرش يتحداها في 3 يوليو. امر ترشيح السيسي من عدمه لم يعد ملك يديه، الامر ملك الشارع المصري، والشارع المصري هو من يقر المرحله السياسيه.